الحقيقة إنه حتى تفاعل الناس مع المهرجان مهم. فإحنا دلوقتي معانا مصمم مصري قدر إنه يكون ليه فكرة مختلفة وخيال خاص بيه بنجومنا للزمن الجميل وصورهم التذكارية موجودة في مدينة العالمين الجديدة. هينضم لنا دلوقتي عبر زوم الفنان محمد جابر يشرح لنا فكرته ويطلعنا كده على الصور ويقول لنا إيه اللي حصل وإزاي نجومنا من الزمن الجميل يشاركوا في مهرجان العالمين. مساء الخير. اهلا بيك. مساء الخير. اهلا وسهلا بيك. في البدايه احب اقول ان انا يعني دايما اي حدث كبير بيبقى موجود داخل مصر بحب اشارك يعني فنانين في نجومنا في العصر يعني الزمن الجميل زي ما بنسميه. كذا حدث قبل كده وكنت دايما بلجأ ان انا يعني ادخلهم ضمن الحدث اشوفهم لو هم متواجدين معانا. كنت بلاقي رد فعل يعني من الناس ان هم كانوا بيبقوا مبسوطين وكان بيبقى في حاله فرح عندهم وكانوا بيتمنوا ان هم يبقوا موجودين. فطبعا ضمن الاحداث اللي بتحصل والفعاليات اللي بتحصل الكبيره دي كان لازم ان يعني اشركهم معانا واشوف لو كانوا موجودين معانا فعلا كان ايه اللي هيحصل. لقيت الناس كلها فعلا كانت بتتمنى ان شيء زي ده كان يبقى موجود وقد ايه الناس كانت مبسوطه ان هم شايفاهم موجودين في العالمين. احكي لي اشتغلت ازاي على الصور والاصداء على مواقع التواصل الاجتماعي كانت عامله ازاي؟ هو انا في البدايه اشتغلت على كل فنان، كنت اشتغلت الاول على برنامج الذكاء الاصطناعي بحيث ان انا احاول اوصل لاقرب شكل للفنان على الحقيقه، يعني بحيث انت عارفه الصور الموجوده دلوقتي ليهم الجوده بتاعتها ضعيفه، فحبيت ان انا يعني اواكبها بالعصر اللي احنا موجودين بيه دلوقتي. اشتغلت على الصور دي تقريبا كان كل فنان خد مني تجربه ممكن تتعدى ال10 تجارب عشان اوصل للشكل المناسب. ابتديت ادور على برضو الازياء اللي ممكن تكون في مناسبة نفس لكل الوقت فنان، لأن مودرن أنا شايفة وبرضو تكون مناسبه لي. شايفة تمام فنان عبد بالظبط الحليم كده. حافظ وفنان رشدي أباظة ويعني شكري سرحان، أسماء كبار، فمسألة برضو اختيار بالظبط فريد شوقي يعني العمالقة يعني. بالظبط. فابتديت ان انا اشتغل عليهم، ابتديت ان انا انسق الصور. اتواصلت مع المصور احمد رزق، ده تقريبا يعني اكتر مصور اخد لقطات رائعه لمدينه العالمين. حبيت ان انا اتعاون معاه، عرضت عليه ان هو التعاون ان انا استخدم الصور بتاعته وهو فعلا يعني رحب بالفكره جدا مع ريتش. وابتديت ان انا اشتغل واشوف ايه اللي بيكون مناسب لكل فنان فيهم وعرضت الصور. عرضت الصور يعني امبارح بالليل تقريبا حوالي الساعة 10 بالليل قبل ما ينتهي اليوم اللي هو قبل 12 بالليل. كان رد الفعل كان بجد يعني كان مرضي جدا، الناس كانت مبسوطة، الناس حاطة الصور في حساباتها، الناس بتحط الصور حتى بروفايل ليها على الواتساب، فكان رد الفعل كويس والناس كانت مبسوطة بيه. هو أصلاً أي تعامل مع فنانيننا والجيل ده من الفنانين بيخلينا كلنا مشدودين وبنبص على المكان، فهي فكرة إن احنا نربط صورهم بمهرجان العالمين وبأرض العالمين أعتقد إنه فكرة ظريفة جداً وناجحة وهتلاقي مردود كبير على السوشيال ميديا. بالظبط كده بالظبط. احنا بنتمنى ان هم كانوا متواجدين معانا، يعني هي دايما احنا لحد دلوقتي الناس دي افلامها احنا بنتفرج عليها، افلامها ناجحه، افلامها عايشه، فهم متعايشين معانا. فانا فكرت ليه ان هو ان احنا يعني ما نكونش حتى متواجدين معانا في الفعاليات او الاحداث اللي احنا بنمر بيها بس. فكانت دي فكره التصميمات والعمل عليها. بتحلم انه تكون موجود في المهرجان فعلا بتصميمات شبيهه لدي واكتر؟ طبعا طبعا يعني انا دايما عندي قناعه في ان سر نجاح اي مشروع او اي شيء يعني بيتعمل جديد حتى ولو كان بعد 30 سنه لو كان محتفظ بالهويه بتاعته، لو كان محتفظ يعني بالاصول بتاعته تمام، فده هيضيف له نجاح اكبر. بمعنى أنا دلوقتي مثلا بتكلم عن الفن، إحنا لجأنا الفنانين في الترويج للعالمين، ابتدوا إن هم في حفلات بتتعمل، ابتدى في نشاطات كتيرة، تمام؟ فإن أنا أرجع برضو لأصول الفن بتاعنا، وأنا حسابي يعني هو تقريبا كله تصميمات للفنانين. فإضافته ليهم
تمام، انا حسيت ان هو ده كان بيديها طعم خاص او طعم مختلف بيها. فكرة رائعة، وإن شاء الله نشوف معارض ليك يا محمد ولغيرك من الفنانين المجتهدين داخل مهرجانات ان هامة شاء زي الله. مهرجان العلمين. أنا بشكرك شكرا جزيلا الفنان محمد جابر، شكرا جزيلا على وجودك معنا في التاسعة.